السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض برنامج IFC Builder. نيجي هنا نقول له احنا عايزين ملف جديد واقول له accept. بيقول لي بقى انت عايز ملف فاضي خالص ولا هتعتمد على ملف CAD او ملف بيم موجود. اقول له empty job. من مزايا بتاعت الـ IFC Builder ان هو قوي جدا في موضوع الـ IFC. طيب دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز اضيف دور كمان، ده مثلا الجراوند وده الروف، فهقول له ان انا عايز اضيف دور كمان الفلور 1 مثلا. طيب عايز اضيف دور مثلا بيزمنت، تمام هنسمي ده بيزمنت، تمام اقول له اوكي. طيب واحد، طيب ده البيزمنت اهوت، عايز اخليه هو اللي يبقى موجود تحت، فاقول له داون داون. طيب ده بيزمنت 1 بيزمنت 2، وده نخلي ده الجراوند. اكسبت بالشكل دوت، يبقى انا ما عندي هنا الروف وعندي الجراوند وعندي بيزمنت 1 وعندي بيزمنت 2. طيب ممكن نقول له اكسبت. بيقول عايز تمبليت، التمبليت دي يعني هناخد من ملف اوتوكاد نو فيبدأ الملف فاضي خالص واحنا هنبدأ نرسم. طيب هنبدأ نرسم على اني ليفل، دي حاجة مهمة جدا. فممكن تيجي من هنا جو تو جروب واقول له ان انا عايز اروح للجراوند او البيزمنت 1 او البيزمنت 2، خلينا في الجراوند. طيب الاورينتيشن بتاعي زي ما انت شايف هنا ده سهم بتاع الشمال، ممكن نجيبه يمين شمال فوق تحت زي ما احنا عايزين. ولكم مثلا بالشكل ده هتلاقي السهم اتغير معايا. هنا فلورز اند جروبس جبنا القائمة التاني بحيث لو انت عايز تعمل فيها اي تعديل. هنا كوبي جروب لو انت عايز تنسخ، فلازم يكون في شغل الاول هنبدأ ان احنا نعمل. هتقول له ايه؟ هتقول له كل الشغل اللي موجود في البيزمنت انسخولي للدور دوت. تمام، احنا دلوقتي واقفين في الجراوند. طيب يبقى الجراوند هيتنسخ للدور البيزمنت او البيزمنت 2 او للروف. ممكن تحدد لا ده انا عايز انقل الوول بس، او عايز انقل الروف بس، او السكاي لايت، او عايز انقل كله ما عدا الكولوم. فدي ميزه ظريفه يعني. طيب احنا عايزين نبدا ان احنا نرسم. هقول له اركتكتشر ولا عندي هنا الوول، فهقول له ان انا عايز ارسم مثلا اكسترنال وول. ما عنديش هنا قايمة فببدأ أقول له مثلا wall 01 وهنا والثيكنس قد إيه، ممكن نقول accept accept وهبدأ أرسم الحائط بتاعي بالشكل دوت. لما أخلص right click وبعد كده مثلا عايز أرسم partition، بارتيشن وول والثيكنس بتاعه، وبعد كده هقول له اكسبت وابدا ارسم من هنا لهنا. رايت كليك عشان اخرج من الامر وهرسم كده. اهو كده احنا رسمنا الوول. ممكن ترسم بيزمنت وول ديفنس زي ما انت عايز اي نوع. ممكن تعمل موف للوول اللي انت شغال عليه زي ما انت عايز. ممكن تقول له جوين، ممكن تقول له كوبي، انفير، ديفايد، ديليت زي ما انت عايز. طيب عايزين نعمل اوبننج، بنلاقي عندنا دور، يعني تقدر تحط الدور بتاعك هنا. ده الويتس والهاي بتاعك، تقدر تحدد المواصفات بتاعت الباب بالشكل دوت. طيب خلينا هنا نيجي في 3 دي فيو، اعمل زوم احساس اي حاجه نرسمها تظهر معانا هنا. اهي ادي اهو الباب اهوت موجود اهو ماشي. طيب احنا عايزين نعمل اوبننج، هقول له اوبننج وابدا اختار بقى الخصائص بتاعت الاوبننج، الارتفاع بتاعها هنا الويتس وهنا الهاي، تمام اوكي. واقول له مثلا الاوبننج بتاعتي من هنا لهنا، هتلاقيها ظهرت عندي هنا في ال 3 دي. 3 دي فيه شويه مزايا حلوه، ممكن تحدد هل هو برسبكتيف، وهنا تعمل روتيت حوالين جزء معين اهو. وقفناه بدل ما يقعد يلف كده على الفاضي، تمام اهو. ممكن ناخد فيه سيكشن، لو عملت زوم هتلاقي
اهو، وتقدر تعمل روتيت للسكشن لو انت حابب. بالشكل دوت طبعا، في اللي هنا في الاكس وفي الواي وفي الزد زي ما انت عايز. وهنا ممكن مثلا تقول له انا عايز اخفي كل الول اللي ده في الفلور بلو اللي هو تحتية. لا، انا ممكن اجي هنا في الول مثلا اقدر اخفي او اظهر فلور سلاب مثلا زي ما انا عايز. الكولوم لسه احنا محطناش العناصر ديت، خلينا نخفي الول مثلا اهي، او ممكن نخليها شفافة شوية. طيب ممكن برضو 3D view اقول له انا عايز كل الفلور اهو، فيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له ظهر لي الجراوند، ظهر لي الماتيريال زي ما انا عايز. ممكن تقول له مثلا عايز كولوم، نيو كولوم، تحدد بقى الاسم بتاعه وهل هو سيركل ولا ريكتانجل. خليها سيركل، اكسبت، هنضيف العمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا. الأعمدة ظهرت هي عندك في ال 3D.